دكتور حسام، بما ان احنا بنتكلم عن اللقاحات وتلقيح المواطنين، الحقيقه الدوله وفرت بالفعل لقاحات بمختلف انواعها اللي موجوده في العالم كله بكميات كبيره، وايضا كان في نقطه فارقه الحقيقه وخطوه مهمه جدا، وهي تصنيع اللقاحات هنا. صحيح. احنا موقفنا دلوقتي ايه من تصنيع اللقاحات؟ احنا عندنا نوعين من انواع التلقيح او التصنيع، ولما نتوقف بعد، عندنا لقاحات بيتم استيراد المواد الخام من الصين من خلال شركة سينوفاك، وبيتم تصنيعها أو استكمال تصنيعها في معامل المصل واللقاح أو في مصانع الفاكسيرا المصل واللقاح، وإحنا تخطينا رقم يزيد عن 30 أو 32 مليون جرعة من المصنع بهذه الطريقة. عندنا ولأول مرة أن يكون إنتاج المواد الخام في مصر من خلال فريقين بحثيين شغالين على التجارب الإكلينيكية الفيز 1 أو المرحلة الأولى. فريق يتبع المركز القومي للبحوث تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفريق بحثي آخر هو مجموعة من التحالفات أو الشركاء ما بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وزارة الزراعة، إدارة الخدمات البيطرية، مركز الطب التجددي بالقوات المسلحة، إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة، مع أحد الشركاء في المصانع أو شركات الدواء الوطنية المصرية. عظيم. طيب، في جدل في المجتمع وهو موجود في دول كتير في العالم بخصوص اللقاح للحوامل والستات اللي بترضع وبعض من أصحاب الأمراض المزمنة. مين من الناس دي دلوقتي بقى آمن ومطلوب إن هو ياخد اللقاح؟ كلهم، الحوامل والمرضعات. هو 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 خليني بس اقول لك، هي المشكله في احيانا انه عباره واحده او لفظ واحد ممكن يغير من الوعي المجتمعي في قضيه ما. بمعنى، هو الحقيقه الناس لما بدات الدراسات على التطعيمات كنا بندور على الفئات يا إما الأكثر تأثر بالمرض يا إما الأكثر عرضة للمرض. طب هم مين دول؟ هم دول أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والفرق الطبية. فالبداية في التجارب الإكلينيكية على اللقاحات كانت بدول، إن هم دولة الأكثر احتياجا في الوقت ده، وإحنا بنسابق الزمن. مش بقى ما كانتش اللقاحات أمنة للحوامل والرضع وبعدين اكتشفنا أنها أمنة، لا، هو دول ما كانوش في البداية اللي بيتم إجراء التجارب الإكلينيكية عليهم، ما كانوش متطوعين في التجارب. لكن بعد ما تأكدنا من المأمونية للفئات الأكثر عرضة والأكثر تأثرا، بدأت الفئات اللي أقل بقى. عشان كده ما بدأناش بسن 12 سنة، ما هي لأنه تأثرهم بالمرض ما كانش خفيف. فأنا النهاردة عندي مرض يصيب ناس بشكل شديد ويؤدي إلى الوفاة، وبيصيب ناس بشكل أقل لهم الأولوية، وبالتالي حطيت الأولوية في التلقيح وفي إجراء الأبحاث بتاعتي على الفئات الأولى. كل شوية لما بيبقى عندي مأمونية وبيبقى عندي أريحية في الوقت بيخش فئات تانية. فعمرنا ما قلنا أنه اللقاحات مش أمنة للحوامل والرضع، احنا قلنا ما فيش دراسات كافية في المرحلة دي أننا نديهم. لما بقى في دراسات كافية وأثبتت مأمونية اديناهم. فهي دي الفكرة، أنه أنت في فرق كبير بأنك تطلع تقول أنه اللقاحات غير أمنة، أدي عبارة هتوصل إلى فكرة مجتمعية وعي مجتمعي مختلف تماما عنك تطلع تقول عبارة لا توجد دراسات كافية عن المأمونية. ده اتجاه وده اتجاه تاني. غير أمنة يعني مش هتتاخد، دي لا يوجد دراسات كافية يعني لما هنعمل الدراسات الكافية هنقول لكم إذا كانت أمنة لا، ولما عملنا الدراسات قلنا أنها آمنة تماما. اللي أنا مستغرب له بقى انه الناس تقول لك اصحاب الامراض المزمنه، ده هو اساسا بدايه التلقيح كان عشان اصحاب الامراض المزمنه. مظبوط. فتلاقي خلاص انا عندي مرض المزمن الفلاني، يا سيدي ده هو معمول عشانك اصلا في البدايه. ففكر شيء غريب جدا.